بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في أول أيام مسابقة الشعر والثقافة النقدية. وهذه مسابقة المدارس اللي كانت تشترك معنا بشكل دائم من المسابقات الأساسية لإدارة الخدمات الطلابية تقوم على تنظيمها وتنفيذها. طبعا هي تشمل جميع المراحل الدراسية الثلاث، الابتدائي والإعدادي والثانوي. فأهلا وسهلا فيكم ونرحب بكم في هذا المكان. طبعا السنة حبينا شوي نطلع شوي من تقليدية المكان، باعتبار ان احنا ننفذ المسابقات دائما في مدارس، فحبينا ان احنا نستضيفكم في هذا المكان الثقافي، وهذا معلم من معالم الثقافة في البحرين، وهو مركز عبد الرحمن كانو. هذا المركز لمن يعني لم يحتفظ بفكرة عنه، المركز يقوم بأنشطة ثقافية متعددة، له برنامج ثقافي يستمر طوال العام، يجدد البرنامج كل 3 أشهر، والبرنامج يكون مزدحم جدا بالفعاليات بالأنشطة الثقافية المختلفة، سواء كانت شعر أو كانت إعلام أو كانت حتى أحيانا فعاليات تخدم الجانب التاريخي العلمي. والمركز أسسه المرحوم عبد الرحمن كانو، وبدأ عمله منذ سنين، وهو الآن يعد من المراكز المهمة جدا التي تعنى بالثقافة. فإحنا حبينا أن إحنا نجيبكم في هذا المركز، تعرفون موقعه تشوفونه، وكذلك الطلبة أيضا يتعرفون عليه. راح أعطيكم بس فكرة بسيطة بالنسبة للمسابقة. طبعا المسابقة هي قائمة على قياس فن الإلقاء الشعري، وأمامنا مجموعة من المعايير نذكرها لكم، منها حسن اختيار القصيدة الموضوع، ومنها الأداء الصوتي وسلامة اللغة، ومنها المعلومات حول الشاعر والقصيدة، ومنها الفهم والأفكار والألفاظ، ومنها التذوق الجمالي، وأيضا الثقافة الأدبية العامة للطالب. جزء معلمات ومعلمين، جزء من هذه المعايير ما راح يكون بتلك الدرجة من الصرامة، لأن احنا مراعين ان امامنا مرحلة ابتدائية، فراح يسأل فيما يتعلق بجوانب النص، بقائل النص، يعني بما يتناسب مع عمره ومرحلته. أتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وأتمنى أنكم تحققون مراكز متقدمة في هذه المسابقة. طبعاً إحنا آثرنا أن إحنا نبدأ بالمدارس اللي وصلت أول شيء، لأن تقديراً لانتظارها من بداية الوقت، فراح نبدأ بالرفاع الغربي الابتدائية للبنين مع الطالب أسامة أحمد فتحي، ومشرفه الأستاذ فؤاد محمد فؤاد. فليتفضل الطالب أسامة مشكورا، ونحيي الطالب تحية صباحية جميلة شجعة. أسامة راح يلقي علينا نص بعنوان وطني. بتلقي أسامة بدون ميكروفون، لو ميكروفون تحتاج بدون أفضل، أنا أقول يعني إنه بدون أي. أوكي، فارفع صوتك شوي في الإلقاء، لأن رفع الصوت بعد جزء من الدرجة. فراح نبدأ الآن، تفضل. ما أبهى ما أبهى سحرك يا وطني، ما أحلى ما أحلى عطرك يا وطني، أهواك أهواك وأعشق أرضك، ما ظلت أنفاس في بدني، ونشيد ونشيد هواك يعيش معي لحنا لحنا يتردد في أذني، يا أشهى يا أشهى من طعم الحلوى، يا أزكى يا أزكى من أزهار الفل، قل قل إنك أروع ما في الكون، وأن هواك هو الأجمل، قل قل يا قل إنك أعظم تاريخا، قل يا عطرا يا وردا قل. في الفصل يعيد لنا الأستاذ حكاية أمجاد بلادي،
أجدادكم أجدادكم أحيوا الدنيا أحيوا الدنيا وأناروها يا أولادي بالعلم بالعلم وبالحكمة عاشوا عاشوا سادوا الدنيا يا أحبابي يحكي يحكي وأنا كلي شوق لغد لغد سيدق على بابي لغد سيدق على بابي. أحسنت يا أسامة، ممتاز جدا ونص جميل. هل لديك فكرة عن قائل هذا النص من هو؟ طيب لاحظ البيت أسامة في قوله يا أشهى من طعم الحلوى يا أزكى من أزهار الفل، بماذا يصف الوطن في هذا البيت؟ أول شيء يصف الوطن بأنه ألذ من طعم الحلوى وأنه صاحب رائحة جميلة وطبيعية من أزهار الفل. جميل جميل. يقول الشاعر في أحد أبياته بالعلم وبالحكمة عاشوا سادوا الدنيا، ما معنى كلمة سادوا؟ يعني سيطروا عليها أو سيطروا أو حكموها. ممتاز ممتاز أحسنت. تفضل أستاذ حميد تسأل ولا ممكن تعطيني في البيت الأخير كلمة يحكي تعطيني كلمة بنفس المعنى مرادف للكلمة يعني يقص يقص جميل أو يروي الأسلوب في ما أبهى سعرت مع الأسلوب. ممتاز يا أسامة وشكرا لك ونحيي الولد تحية حارة. مدرسة نسيبة بنت كعب تتفضل. لحظة بنتي إذا عطيناش الإشارة بدأ إنزين. معنا الطالبة آية عادل العريبي من مدرسة نسيبة بنت كعب وستلقي قصيدة هذه هي البحرين، تفضلي. وجداول أمواه تتدفق الماء يجري الماء يجري والرياض بهيجة والطير يشدو والغصون تصفق هذه فراشات الزهور تراقصت هذه فراشات الزهور تراقصت طربا فدنياها الربيع المونق عرس الطبيعة أم خيال مصور عرس الطبيعة أم خيال مصور هذا أم الدنيا بسحر تشرق روحي روحي يطير بها الجمال وحسبها هذا الجمال العبقري المشرق هذه هي البحرين هذه هي البحرين جنة شاعر غنى البيان بسحرها والمنطق ضحكت لعاهلها الأبي بثغرها
ضحكت لعاهلها الأبيه بثغرها وأتت إليه بزهرها تترفق. لا غرو أن ألقت إليه قيادها فيداه دحي المكرمات وتخلق. هو سيفها الماضي وسيدها الذي بحياته آمالها تتحقق. ممتاز يا آية. آية تعطيني نبذة عن الشاعر أحمد محمد الخليفة. أنشأها وهو قديم في البحرين ومن أقدم الشعراء في البحرين ينتسب إلى آل خليفة. جميل. يقول في البيت الثاني: الماء يجري والرياض بهيجة والطير يشدو والغصون تصفق. أعطيني عناصر الطبيعة التي وردت في هذا البيت. الماء والطيور والغصون وهي الأشجار. بماذا وصف الغصون؟ هني في تشبيه في هذا البيت شبه الشاعر الغصون بالإنسان المبتهج الذي يصفق وبالطير الذي يشدو من الفرح وبالبساتين الجميلة المبتسمة. ممتاز جدا ممتاز. لديك في بيت رقم 8: ضحكت لعاهلها الأبي بثغرها وأتت إليه بزهرها تتمنطق. ما معنى تتمنطق؟ تتمنطق هو كلام العقل، هو يستخدم فقط في الكلام. البيان فهو مال إلى المفردات. ممتاز جدا. هني طبعا الشاعر يا آية أيضا المعنى ترى يحتمل وجهين، يعني أحد المعاني اللي ذكرتينا ويحتمل أيضا تتمنطق تلبس نطاقا حول خصرها، هذا معنى آخر أيضا كتشبيه، بس المعنى اللي ذكرتينا بعد صحيح. تفضل أستاذ حميد. البيت الأول آية كلمة الرياض، أنا أعرفها من حيث الإفراد والتنمية والجمع. الرياض هي مفردها روضة وهي الحدائق والبساتين، وإذا بنجمعها تصير هي الرياض، الجمع مالها الرياض والتثنية روضتان. ممكن تخلي كلمة الروضة في جملة؟ الروضة بمعنى الرياض، يعني الحديقة والبستان. ممكن تخلي كلمة الروضة في جملة؟ اندهشت من جمال روضتي، من جمال الروضة، اندهشت من جمال الروضة. شكرا يا آية، حي البنت. تستعد مدرسة رقية، تتفضل الطالبة هند عبد الناصر الصديقي. الطالبة رقية راح تلقي علينا نص الشاعر عطية عمرو. مدرسة رقية؟ مدرسة رقية. الطالب ايش اسمها؟ هند عبد الناصر الصديقي. والنص بعنوان بحرين تفديك القلوب. آمنت أن الله أنجز وعده للمؤمنين وزادهم رضوانا وسقاهم الماء الطهور بإذنه وأقام في أرض الحياة جنانا. بحرين أعطاك المهيمن قدرة وكساك من زهر الربا ألوانا،
وجباك أرضا لا تزال ندية بالنزل منه وأرسل الغجران تسغي المسيمات الرقاق تعلة وتعانق الأزهار والأقفان فتفيض في ألق الصباح عذوبة وتسير في سمع الورى ألحانا وتخف أسراب الطيور كأنها بعد الترحل لاقت الأوطان عرضت زخارف ريشها فكأنها من لون زهرك اكتست ألوانا في عيدك الغالي على أرواحنا أتت الكواكب كي تزور حمانا مزجت بنور الكهرباء بهاءها ومضت تشارك حفلنا وسمانا وتنافر الزهر البديع على الربا وصحى النهار وروض الأزمان الشيخ عيسى بالحنان يحوقنا ويمد كفا بالندى ريانا فعطاؤه كالغيث يرجى دائما والخير ملك يمينه مفعانا ملك القلوب ملك القلوب إذا أشار بطرفه هبت جموع في الوغى فرسانا جمع القلوب على المحبة والهدى فلرأيه كل الدنا ميدانا. ممتاز. هند أول شيء عرفي لأن الشاعر عطية عمر بشكل بسيط عندش فكرة عنه عطية عمر أكمل دراسته في دمشق. جميل. حصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية. أصبح مدرسا في سوريا ثم المملكة العربية السعودية. أصبح مدرسا في البحرين سنة 1981. ممتاز. طيب هند بسألك في بس تعيدين لي قراءة بيت البيت اللي هو في رقم ملك القلوب عيدي البيت قبل الأخير أعيدي قراءته ملك القلوب إذا أشار بطرفه هبت جموع في الوغى فرسان جميل هني هند طبعا إذا بتقرأين كوزن يجب عليك أن تسكني الراء فتقولين ملك القلوب إذا أشار بطرفه فتسكنين الراء لأن إذا لم تسكن الراء يصبح وزن البيت في خلل سأعطيك بعض الكلمات هند التي أود أن تعطيني مرادف لها أو بمعناها هات لي كلمة بمعنى جمع الطيور عندما تتجمع مع بعضها البعض الطيور وهي متجمعة مع بعضها البعض ماذا يطلق عليها؟ موجودة الكلمة في القصيدة أسراب ممتاز يقول الشاعر في أحد أبياته وتناثر الزهر البديع على الربا وصحى النهار وروض الأزمان ما مفرد كلمة ربا؟ إيه هي الأرض المرتفعة ما مفردها هذه جمع طيب تعرفين المعنى الخيالي في هذا البيت تشرحينه ما هو المعنى في هذا البيت يعني الصورة الخيالية التشبيه بماذا يصف الشاعر الأرض أو الوطن أن الزهرة تناثر على الأرض المرتفعة ماذا ترين في كلمة صحى النهار وين الخيال فيها صحى النهار شروق الشمس يلازم الصح الناس دائما عندما تستيقظ صباحا نهارا صحى النهار بمعنى أنه قام من الليل الخيال أن النهار يشبهه بالإنسان الذي يستيقظ في صحو ونشاط تفضل أستاذ حميد. البيت الرابع، البيت الخامس. كلمة تسري، مو معنى كلمة تسري. تمشي. السر هو المشي، ليلا تمشي.
ممكن تعطينا مراد لكلمة مزجت في دور الكهرباء بهاءها؟ حدد لها الكلمة استاذ. مزجت. يعني معناها وحطينا في جملة. كلمة أخرى بنفس معنى مزجت، كلمة أخرى بنفس معنى مزجت. أوكي. عطى سؤال آخر وخلاص. شنو نوع الأسلوب في كالغيث؟ شو نسمي الأسلوب؟ كالغيث. الغيث شنو معنى كلمة الغيث؟ المطر. والكاف مع الغيث نسميه أسلوب؟ الكاف أداة؟ أداة تشبيه. شكراً يا شكراً يا هند، ونحيي الطالبة هند ونتمنى لها كل التوفيق. تفضل مدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات والطالبة ملاك عبد السلام حسين.
ممتاز يا ملاك. تعالي مني ملاك صوبنا شوي. ما شاء الله عليك. انتي اي صف ملاك؟ ما شاء الله. شكرا ملاك، القائش جميل ومعبر ومؤثر والقصيدة اجمل. ملاك طبعا هذه القصيدة بعنوان بلادي، لن اسألك عن الشاعر لان الشاعر لابد انتي عندك معلومات عنه ومر السؤال عنه ايضا. سأسألك اولا في قول الشاعر: تعانقت النخيل على ثراها، تعانقت النخيل على ثراها فغارت من تعانقها الجبال. ما معنى الخيار في هذا البيت؟ بماذا يصف الشاعر الشطآن والنخيل؟ الجمال، لأن البحرين جميلة وشطآنها نقية. أوكي. كما أنها أجمل بلاد الأرض. جميل جميل. حاولي توصلين ملاك إلى المعنى أكثر. يقول: وباتت ترقب الشطآن ليلا لتسمع ما تبوح به الرمال. وباتت ترقب الشطآن ليلا لتسمع ما تبوح به الرمال. يعني سهرت عشان تسمع الرمال تنبول. جميل جميل ممتاز. يقول: وللأمواه في سمع الروابي عزيف للطبيعة وابتهال. الأمواه جمع، ما مفرده؟ ما. ممتاز ممتاز. مسابح فتنة لو طاف فيها رفائيل لفاض به الخيال. عندش فكرة عن رفائيل من يكون؟ رفائيل فنان تشكيلي. يعني لو طاف البحرين يعني ما بيتدرس. ممتاز جدا، جميل جميل ما شاء الله عليك. أستاذ حميد تفضل. ملاك، أنت منع الأسلوبان؟ وضح السؤال. ما نوع الأسلوب؟ هل هو مثلا عطى احتمالات؟ هل هو تعجب؟ هل هو استنكار؟ استفهام؟ أول من أسماء البحرين صح؟ ممكن تعدين لنا أسماء أخرى للبحرين؟ دلمون، تايلوس، رادوس، هذه الحين. ممتاز. شكرا يا ملاك. وأنت ملاك. الابتدائية بنات. نجهز نص. الكنز المخبوء. أوكي. بس خلي بيني وبينك ما في مشكلة. سار الابتدائية بنات، تتفضل الطالبة نبأ عبد النبي عبد الحسن وقصيدتها الكنز المخبو. السلام عليكم، أنا الطالبة نبأ عبد النبي عبد الحسن من مدرسة سار الابتدائية للبنين للبنات. سأقدم لكم قصيدة الكنز المخبوء للشاعرة إيمان دعبل. تعريف الشاعرة: هي شاعرة بحرينية لها ديوانان مطبوعان، أحدهما للأطفال بعنوان أمان الملائكة يسمعها الله، الفائز بجائزة ناجي نعمان لأدب الطفل، والآخر بعنوان فراشة في دهشة الضوء عن دار الأمير في لبنان، حائزة على العديد من الجوائز المحلية والدولية
ولها مشاركات في الأمسيات الشعرية في البحرين وخارجها. وهذه القصيدة فازت بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم. الكنز المخبوء يتداول سكان القرية سرا عن كنز مخبوء، والكل يفتش مستترا السر تسلل بهدوء. البعض يقول الكنز بكهف تحرسه الجنيات، من يدخله يسجن أبدا لا تنقذه التعويذات. والبعض يقول بأن الكنز بأرض السحر جذاب، يحرسه الذئب المتحول زوج الساحرة الشمطاء. حفروا لو أنهم زرعوا في القرية صارت بستان، حتى وقعوا فيما حفروا وتشوه شكل الميدان. الخوف من الجن، من السحر، من الحسد، من الأشباح، وعقول يقتلها الجهل أضاعت من يدها المفتاح. كنت أراقبهم مشغولا بالتفكير بما يوقظهم، أستغرب من كم الحمق المستشري وأنا أسمعهم. أمضي جل الوقت أساعد جدي يعمل في مكتبته، أسأله فيمد كتابا، أقرأ فيبوح بأجوبته، والمكتبة تغط بضجر، لا أحد يقلب في الكتب، هجرت لا أحد يمر بها، لو خطأ تسأل عن سبب. ويفكر جدي جديا أن يغلقها أسفا يشكي، ما من أحد يقرأ حتى أن الكتب بحزن تبكي. أطلقت أفكر وأفكر، فأضاءت في عقلي فكرة، وبدأت أنفذها حورا لم تغمض عيني بالمرة. فتحت الحصالة أحسب ما عندي من مدخرات، فوضعت القطع النقدية في الكتب وفي الموسوعات، وحملت الباقي في جيبي، فخرجت لأبحث عن سيفي. كان رفيقي أدهم يدي مثل النحلة بين الورد، أخرجت المال لأحسبه وتعمدت بأن يرحمني. ما هذا المال؟ ومن أين أتيت به؟ أقبل يسألني فتصنعت.
ذهب نظارته جدي حتى الرأس لفرط العجل. جلبته طيبة طيبة بالمتعة بين الصفحات. التهم الأوراق بنهم في صمت مثل اليرقات. فتوسمت، عرفت بأن الخطة نجحت. يا لدهائي! أخبرت الجد فعانقني ومضى يومين في الإغراء. قالوا الكنز طوال الوقت هنا ما بين يدينا. عجبا، كيف غفلنا عنه حتى كنت إلى يقظتنا سببا. فالجهل هو الإفلاس وبالمعرفة ثراء وغنى. الجهل عدو والعلم صديق، فاختر اختر كن فتنا. ممتاز يا نبأ، شكرا لك وشكرا لاختيارك لهذه القصيدة ولحسن الإلقاء. نبأ أنت في أي صف؟ السادس. جميل. يعني من خلال هذه القصيدة، طبعا القصيدة هي أتت على شكل قصة. الآن نسألك، ما الكنز المخبوء؟ هو العلم والمعرفة والقراءة. ممتاز جدا، العلم والمعرفة والقراءة. في القصيدة يا نبأ بعض الإشارات التي تشير إلى التراث المتعلق بالسحر والغموض والأشياء غير المعقولة. اذكري لي أمثلة من هذه الأمور التي أعيد السؤال. في القصيدة بعض الإشارات التي تشير إلى الأشياء غير المعقولة التي يعتقدها الناس والأشياء الغامضة. هات لي أمثلة تدل على هذا الأمر. الناس كانوا يعتقدوا أن الأموال بين الكتب، لكنهم لا يعلموا أن المال هو المعرفة والعلم. طيب، ما في إشارات إلى أشياء خيالية خرافية في القصيدة؟ وردت ذكرها في القصيدة، أشياء خرافية، أشياء يعني غير معقولة، أشياء يؤمن الناس بها ولقد لا قد لا تكون يعني واقعية موجودة. في إشارات لهذا الموضوع في القصيدة في الأبيات الأولى؟ طيب أقرب لش الإجابة أكثر. البعض يقول الكنز بكهف تحرسه الجنيات، من يدخله يسجن أبدا لا تنقذه التعويذات. هاتي لي فقط كلمتين اثنتين تدلان على هذا النوع من الكائنات الخرافية. الجنيات. وبعد الأرض الجردة. الأرض الجردة هي طبعا تأتي مع جنيات التعويذات. جميل. تقول الشاعرة في أحد أبياتها، أمضي جل الوقت أساعد جدي يعمل في مكتبتي، في مكتبته أسأله فيمد كتابا أقرأ فيبوح بأجوبته. جل الوقت، ما معنى جل الوقت؟ معظم الوقت. المكتبة تغط بضجر. هات الصورة الخيالية في هذا البيت. المكتبة تغط بضجر. ماذا تعني؟ أن المكتبة تشعر بالملل. أن المكتبة تشعر بالملل والسأم، ولذلك فهي تنام، تغط بضجر. ممتاز يا نبأ. وأحول إلى أستاذ حميد يسألك بعض الأسئلة. أنت ممتازة والإلقاء ممتاز، وثقة النفس وحركة الجسد جيدة جدا. بس بعض الأسئلة في المعاني والأشياء. معنى يتداول سكان القرية؟ يتناقل سكان القرية. يتناقلون ماذا؟ يتناقلون سر عن كنز.
زين، والبعض يقول بأن الكنز بأرض السحر جرجاء. ما معنى كلمة جرجاء؟ لا ماء فيها ولا نبات. أمضي جل الوقت أساعد جدي، يعمل في مكتبته، أسأله فيمد كتابا، أقرأ فيبوح بألفاته. ما مضاد كلمة يبوح؟ يبوح أولا هي بالنسبة للأفعال ماضي مضارع ولا أم مضارع. شنو مضاد كلمة يبوح أو الفعل يبوح؟ يبوح معناها أولا شنو؟ يبشر. تمام. والمضاد مضاد الكلمة يعني عكسها يستر. يخفي أو يستر. تمام. فهمست سأخبرك ولكن. شو معنى كلمة همست؟ همست الهمس الإكشاف للسر. الهمس؟ أوكي. آخر سؤال، آخر روح إلى آخر شيء كلش. فالجهل هو الإفلاس، وفي المعرفة تراهم وغنى. الجهل عدو والعلم صديق، فاختر كن فقينا. في ظاهرة هنا في هالبيتين تضاد بين فالجهل هو الإفلاس وبالمعرفة التضاد بين الجهل الإفلاس والثراء والإفلاس. التضاد بين الجهل وماذا؟ الجهل والغنى والمعرفة. الجهل والمعرفة. زين، التضاد الثاني في الآخر بيت بين العدو والصديق. شكرا. شكرا يا نبأ. نحيي الطالبة على حسن أدائها وإلقائها. تجهز رابعة العدوية. ومن بعدها يتجهز أيضا المعهد الجعفر. رابعة العدوية مع الطالبة حنين عيد محمد، ونص بعنوان تضرب انت شوي قليل. خلنا ناخذ نصش. اوكي. حنين عيد محمد. بلادنا بلادنا ولد التاريخ ملحمة، ستبقى على الأيام تحكينا. بلادنا وحكايات البطولة ما زالت ترجعها جذل ليالينا. أيام لاحت على الآفاق أشرعة لنا، لتهدي إلى الدنيا ذرارينا. أيام نحن انطلاق مشرق أبدا، ملون الدهر من زاهي أمانينا. بحرين يا أمسنا الهادي ويا غدنا، ويا حبيبا من العلياء يدنينا. فالحب غايتنا في الكون، لا زيف يحيا لدينا لا ولا الأحقاد تغرينا. والحب إنجيلنا قرآننا، ويد لسدرة الوحي والإلهام تعلينا. لسدرة الوحي والإلهام تعلينا. هذا النص يا حنين لمن؟ من صاحب القصيدة؟ لديك فكرة؟ الشاعر عبد الكريم بن عباس المستي. طيب، عندك فكرة عن معلومة بسيطة مختصرة جدا؟ الشاعر
الشاعر هو شاعر لبناني اسمه عبد الكريم بن عباس الشمس الدين، ولد في قرية قبريخة جنوبي لبنان، توفي في بيروت، عاش في لبنان والعراق. له بعض القصائد المنشورة في مصدر دراسته، شعره شعر مناسبات، خاصة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر كبير منها، ولكنه كتب قصيدة حديثة وقصيدة منشورة بدأ فيها جليل عاطفة ممتاز يا حنين، ممتاز. يقول الشاعر يا حنين في، طبعا هذا النص من الشكل الحديث يعني قصيدة الحديث، يقول: حكايات البطولة ما زالت ترجعها جذل ليالينا. في أحيانا الشاعر إذا يقول بيت، البيت يكشف عن عاطفته. ماذا ترين في هذا البيت؟ هل هو حزين؟ هل هو فرح؟ فرح؟ إن الشاعر أعطى الليالي صفة من الإنسان اللي هي الفرح. طيب، ما عاطفته في البيت؟ هو فرحان أو حزين؟ فرحان. ما الكلمات التي تدل على فرحه؟ الجذلة. الجذلة، ما معنى الجذلة؟ الأيام الفرحة. الأيام الفرحة، ممتاز. يقول من أبياته أيضا: أيام نحن انطلاق مشرق أبدا، ملون الدهر من زاهي أمانينا. ماذا تفهمين من كلمة ملون الدهر؟ ليش اختار ملون الدهر؟ يعني ماذا يمكن أن تعطي من معنى ملون الدهر؟ الدهر الألوان الزاهية فيه تعطينا شعور فرح وبهجة وسرور. جميل جميل، بخلاف ما لو كانت لونا واحدا أو كانت أبيض وأسود. ممتاز يا حنين، شكرا. أستاذ حنين، حنين ما معنى كلمة ملحمة؟ ملحمة هي حبات أسطورية طويلة ترد شعراء أطفالها رجال عظماء وتكون مروية عن ساحرهم. أعطيني ثلاث كلمات أو أربع جمع، ثلاثة أو أربع. الأيام. أيوة. والحكايات. الآفاق. 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 الأمانينا. أبطالها. أبطالها. يا أمسنا الهادي، ما نوع هذا الأسلوب؟ الياء، يا أمسنا الهادي. الماضي. يا أمسنا الهادي. نداء. نداء. شكرا يا حنين. شكرا يا حنين، حياك. المعهد الجعفري جاهزين؟ جاهزين. لا اوكي. طبعا معانا المعهد الجعفري، والمعهد الجعفري ما شاء الله عليهم يعني من المدارس المقيمة معنا في المشاركات وتحرز تقدم دائما في كثير من المسابقات. الطالب سيد محمد، سيد فيصل، سيد سعيد يتفضل مع قصيدته. لولا اختلاف. لحظة بس قليل. عفوا سيد، من عند هو سيبدأ من عند ونحن أبناؤهم؟ لا، لولا اختلاف. لولا اختلاف. عندك النص حميد رامي؟ زين، ما علي ما علي، مو مشكلة، خلي يبدأ وبعدين تنفري. نفس الشيء ونحن أبناؤهم، شوفه من لولا اختلاف. اي اوكي، يلا ابدأ سيد، تفضل. لولا اختلاف الرؤى لم تبدع الفكر، ولا تحقق عند العسرة الظفر. لولا تعدد آراء وأمزجة، لحلوا لك الأفق واسودت به النذر. لولا وجود مساحات وأخيلة، لضاقت الأرض واستشرى بنا الخور. بحريننا
بحريننا ملتقى الأفكار قد سطعت بها اللآلئ والآراء والدرر، فيها بحور صفاء كلها اجتمعت على المحبة حتى فاضت البحر، تمازجت في ثرى البحرين وانصهرت تلك الحضارات حتى اخضوضر القدر. نحن الذين بنينا من تخالفنا تآلفا فازدهت بالوحدة الأطر، سرنا جميعا بآمال موحدة كما مشى المرتضى من قبل أو عمر، ونحن أبناؤهم نمشي بهديهم ولا يفرقنا رأي ولا نظر. لله ما شيد يا باو من صرح، لله ما أسسوا، لله ما عمروا، لا غرو أن تهنأ البحرين ناعمة في ظلهم وعلى البلدان تفتخر. فالله قيض آباء لها اتسمت بحكمة بالصفاء الصرف تبتدر، وفتية كلما اظلمت مفاوزها ضاءت وجوه لهم بالبشر تزدهر. هم الأولى سطروا التاريخ ملحمة كأنها في غيابات الدجى شرر، وأطلقوا لمعين الفكر سارحة فليس ثمة مخفي فيستتر. حرية الرأي عنوان لحاضرنا، والفكر يمتد حين القيد ينكسر، كل يجود بما جادت قريحته. كذلك الحب فينا ليس ينحسر مهما ادلهمت خطوب ضمنا أمل، لأننا في الرزايا معشر صبروا، وأننا غات يوم البأس صاعقة كالنار تحرق لا تبقي ولا تذر. كالنار تحرق لا تبقي ولا تذر. ممتاز، شكرا سيد على هذا اللقاء والقصيدة المختارة. راح أسأل في أسئلة بسيطة تتعلق بهذا النص. يقول في بيت من أبياته: فيها بحور صفاء كلها اجتمعت على المحبة حتى فاضت البحور. أول شيء كلمة البحر جمع لأي كلمة؟ البحر، هذه جمع لأي كلمة؟ حتى فاضت البحر، جمع لكلمة البحر. الآن حتى فاضت البحر، ماذا يريد أن يصل من معنى في هذا البيت؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ صافية اجتمعت على المحبة غزالت به العقول التطور والإبداع. ممتاز. في أحد أبياته يقول الشاعر: تمازجت في ثرى البحرين وانصهرت تلك الحضارات حتى اخضوضر القدر. ليش اختار اخضوضر؟ ليش اختار هذه المفردة بالذات؟ شيء جميل، لأنها شيء جميل. الخضرة عادة تدل على الحياة، اللون الأخضر، اللون الجميل. ممتاز. في الصفحة التالية ذكرت، أعد لي بس قراءة: لله ما شيد الآباء. لله ما شيد الآباء من صرح. أسمعني إياها كلمة جيدا. صرح. صروح. صروح أيضا من الكلمات التي استعملها الشاعر، وهي جمع، ومفرده مفرد صروح صرح. ما هو الصرح؟ الحضارات والإنجازات. الحضارات والإنجازات إذا بتأخذها على المعنى الشعري، على المعنى المعجمي، هو كل بناء عال ومرتفع. طيب أستاذ حميد. لولا
لولا اختلاف. هم الأولى صدروا التاريخ ملحمة. ما معنى كلمة الأولى؟ الأوليين. أولى فكر فيها الأولى. من هم هؤلاء؟ السابقون. معنى كلمة الأولى؟ السابقون. صدروا التاريخ ملحمة كأنها في غيابات الدجى شرروا. وأطلقوا المعينة لمعين الفكر سارعة فليس ثمة أخفي يستذكر. ما معنى كلمة ثمة؟ هي قربها لي يعني من أي أداة من الأدوات ثمة. فليس ثمة مخفي يستتر. ما العلاقة بين مخفي ويستتر؟ يعني هو مخفي يعني ما نشوفه، يستتر يعني وراء شيء. شكرا يا سيد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونحييه على حسن ادائه. من بقى عندنا استاذه عائشه؟ مريم. وصلوا؟ موجودين؟ مريم بنت عمران. مريم بنت عمران يمكن ما سجلنا بياناتها في البداية، بس بحتاج استمارة تقييم إذا عم نستطيع. لحظة لا تبدأين بنتي، بس أعطيني اسمك الثلاثي. آمنة محمد البصمين. اسم مشرفتش الأستاذة؟ صديقة ستري. النص طبعا في عيد أمي راح تلقيه الطالبة آمنة محمد البصمات من مدرسة مريم بنت عمران، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة آمنة محمد البصمات من مدرسة مريم بنت عمران. قصيدتي بعنوان في عيد أمي للشاعر محمود محمد سلطان المراكبي، وهو شاعر مصري متخرج من كلية دار العلوم عام 1959، حاصل على شهادة الماجستير في النقد الأدبي بتقدير ممتاز، وبدأ برسالة الدكتوراه في التصوير الفني في القرآن الكريم، ولكنه لم يتمها لوفاته، وأصدر ديوان وهو طالب من وحي 20، وأعد لطباعة كتاب قبل وفاته بعنوان أحاديث في النقد والأدب. كان يتحدث عن أحاديث دينية واجتماعية، ونشر في إذاعات مصر وليبيا والسعودية والكويت. من نبضة القلب من أعماق وجداني أهبت بالشعر أن هيا فلباني. في عيد أمي وفي آفاق روضتها صدحت علي وفي بعض عرفاني. حملت قيثارتي في عيد بهجتها وصوخت من خلجات النفس ألحاني. رأيت في عيدها الدنيا يجملها فصل الربيع فجاءت عطر ريحاني.
وتحت أقدامها الفردوس قد وضعت، وتحت أقدامها الفردوس قد وضعت من وحي ربي بإنجيل وقرآن. لو أن حادثة باتت تؤرقني، لو أن حادثة باتت تؤرقني لبات طرفك مدنا غير وسناني، أو أن هما عميقا بات يثقلني، أو أن هما عميقا بات يثقلني، حملت عني أشجاني وأحزاني. إذا عزفت غضوبا كنت باسمة، إذا عزفت غضوبا كنت باسمة، ووجهك الطلق بالغفران يلقاني. أماه أماه لست أوفي بعد مكرمة، ولو أفضت بإطراء وشكراني. أماه أماه أنت حياتي، أنت منبعها، لولاك ما كنت في الدنيا بإنساني. حبلتني بجوار القلب حانية، وصنتني في حنان بين أحضاني. بالله لو يعبد المخلوق تكرمة، بالله لو يعبد المخلوق تكرمة، لكنت أول معبودي ودياني، لكنت أول معبودي ودياني. وشكرا. ممتاز يا عفو. ذكرينا بس بالمعلومات عن الشاعر. شاعر مصري متخرج من كلية دار العلوم عام 1959، حاصل على شهادة الماجستير في النقد الأدبي بتقدير ممتاز، وبدأ برسالة الدكتوراه في التصوير الفني في القرآن، ولكنه لم يتمها لوفاته. أعد لطباعة كتاب بعنوان أحاديث في النقد في الأدب والنقد، وكان يتحدث هذا الكتاب عن أحاديث دينية واجتماعية، ونشر وأذيع في إذاعات مصر وليبيا والسعودية والكويت، وكان يعمل مفتشا للغة العربية في وزارة التربية والتعليم. في البيت الثاني، في عيد أمي وفي آفاق روضتها، ما نوع هالكلمة من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ هل هي مفرد ولا جمع؟ لا، هي كلمة. آفاق. آفاق جمع ومفردها أفاق. ممكن تخلينا في جملة؟ أعجبت بآفاق الغرفة. لو أن حادثة باتت تؤرقني، لبات طرفك مظلما غير وسناني. ما نرى الأسلوب هنا، غير وسناني، غير وسناني. طيب ما معنى كلمة وسنان؟ وسنان من أخذه الدنيا عاص. طيب، أو أن هما عميقا بات يثقلني، حملت عني أشجاني وأحزاني. هناك علاقة بين كلمة أشجان وأحزان. علاقة ترادف. تمام، جميل. شكرا شكرا. في أمينة إشارة في البيت من أبياتها إلى مكانة الأم طبعا، وإلى حديث نبوي معروف، هو أخذ المعنى وركبه في البيت. فأعطيني البيت الذي يشير إلى هذا الحديث النبوي عن مكانة الأم. وتحت أقدامها الفردوس. ممتاز. وتحت أقدامها الفردوس قد وضع ربي بإنجيل. ممتاز. يقول إذا عزفت غضوبا كنت باسمة، ووجهك الطلق بالغفران يلقاني. حالة من التضاد، يعني من التضاد بين حالتين اثنتين، ما هما هاتان الحالتان؟ غضوبا والغفران. غضوبا والغفران، هو إذا كان في حالة من الغضب هي ماذا تكون الأم؟ بشوشة ومتهللة. تكون بشوشة ومتهللة الوجه. أماه أسلوب من أساليب اللغة العربية المعروفة ويستخدم دائما، ما اسم هذا الأسلوب؟ أماه أسلوب النداء
أداة المتحدث. ممتاز جدا، ممتاز أسلوب نداء محذوف الأداة. آخر سؤال يا آمنة، في البيت الأخير يقول: بالله لو يعبد المخلوق تكرمة لكنت أول معبودي ودياني. ممكن تعطيني بس المعنى في من البيت المقصود؟ يقسم الشاعر بأن إذا كان المخلوق يعبد فالخير لكنت أول شخص، لكنت أول معبود ودياني. ممتاز جدا. طبعا هي تعبير خيالي في الموضوع لأن العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن الشاعر أراد أن يبين مكانتها كأم. شكرا يا آمنة، وأتمنى لك التوفيق، ونحيي الطالبة تحية. أستاذ صالح، خلاص معلمات، بس قبل الانصراف يعني داخل لكم شيء ترطبون به أفواهكم بعد أن رطبتم أسماعكم. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والأداء اللي شفناه من البنات وايد جميل وايد حلو، كذلك الأولاد. بس بعد بكرة في دفعة ثانية من المدارس الابتدائية، ما أدري شو مجهزين لنا من مفاجآت. الله يسلمكم. أستاذة صديقة، ما عطيتين بنت قبل لا تمشون؟ خليها عصير على الأقل، عصير. عصير. طبعا ختاما شكرنا الى مركز عبد الرحمن كانو على استضافته لهذه الفعاليه. شكرا يا استاذ عاصم، وشكرا لاستضافتكم الجميله وكل ما قدمتم.